كتير مرات بنجبر لما العرس بخصه، يعني كتير بتكلف وكتير الأسعار غالية، وإسا كتير في غلاء معيشي، يعني الوضع كتير صعب. الناس يا حرام دوبها بتطلع من رمضان ومن عيد، وكتير مناسبات الله يهدي البال ويوفق، بس يعني حسوا بالناس إنه لازم على القليلة يعني يعملوا أسعار أحسن، يحسوا مع الناس. ليش الناس بتروح حبيبة على الضفة وهيك؟ لأنه هن بيعتقدوا إنه هناك الأسعار أرخص، مع إنه عنا في محلات اللي هي عن جد أسعارها رخيصة، بس الواحد لازم يعني يفرسام الإشي، يعملوا دعاية أكتر ويحسوا قديش أولادك لما بدك تشتري عدة لبسات لعدة عراس أو لإلك، وكمان كتحط نقود كتير كتير بكلف. أقل نقود بلا مؤاخذة يعني 300 شيكل، هاي هيك لحدا غريب، لحدا من العيلة بالضبط، لشخص واحد طبعا. أما كتير بكلف، حكي فاضي يعني، عن جد الوضع صعب، كل شيء يعني قاعد بغلى ما عدا المعاشات. كتير شو بدك خرفك يعني رمضان إذا ما عملتيش طبختين وثلاث طبخات تقدريش تفطري. على العراس، العراس كمان بديش أقول لك بنوعص أكتر أكتر. قديش مكلف العراس من ناحية دك تحط نقوط ودك تشتري أواعي؟ حطتي له 1000، أنت حطتي له بالعرس 1000، أنا بدي أحط لك 1005. إلا شو ما بزبطش أحط لك 1000. لما عندك عيلة بدك تشتري أواعي جديد، ولما العرس لحدا قريب بيكون الإشي أكتر. بكلف كتير. لما العرس لابن أخوك أو حدا بكلفك أكتر. ولما الحدا قريب منك بيكون مكلف بالنسبة لإلك من ناحية. طبيعي. طبيعي هذا إيش طبيعي، أنا ابن عمي أو ابن أختي أو ابن أخوي يعني بدي أحط لي أقلش 3-4000 شيكل بدون أواعي. عم تحكي عن بدون بس نقوط؟ وقال لي شو تفكر بناتي بدين أواعي ومرتي بدها أواعي وأنا بدي أواعي ابن أخوي ولا لا؟ إيش طبيعي منه مكلف للأب إنه بدي يكلفه أواعي ونقوط والتزامات وكمان وقت، كمان بدي يفضي حاله بجمعة العرس اللي بدي يروح يقعد قريب. عم نحكي لما حتى حدا بعيد بتحط مبلغ بنقوط، الواحد بحط مبالغ، هل النقوط بيأثر مرات لما بنحط مبالغ، لما بقاعات بنحط غير لما العرس بالبيت؟ إشي طبيعي إنه عرس بالبيت بكلف زي ما بكلف بالقاعة، بدي كلفك كمان كمان المرأة، كمان المرة كمان وأواعي وتكاليف و... قديش ممكن على موسم العراس تحط مبلغ؟ خلينا نقول تقريبا على موسم العراس كله، مو حسب إذا قريب ولا بعيد. أما شو اليوم أقل شيء بدي كلف كتير، وخمس 6000 شيكل اليوم لا بدي كلف إذا قريب يعني كتير. بس أنا يعني بدك 10000 شيكل، هاي أوطأ شيء، واللي معاشه 3000 بموت من الجوع. بتأثر ضغط عنه؟ بتأثر ضغط كبير. لما بيكون العرس لحدا بقرب لك أو قرابي لزم، خلينا نقولها قد ايه بيأثر أكثر من تشتري أواعي للعيلة وللولاد لعدة؟ بأثر معلوم، بأثر كتير بأثر. شو ممكن نعمل بهاي الحالة؟ شو بدك تعملي؟ يعني بدل البنطلون حقه 100 بنشتريه ب20 شيكل. هذا اللي ممكن نقصد اقتصاد، يعني نساوي بس اقتصاد، اما اكثر عن هيك تقدريش يعني تساوي اي شيء. احكي لي شو رايك بعد انتهاء رمضان والعيد، اسا بيجي موسم الاعراس، قد ايه الاعراس مكلف وقد ايه فيها ضغط؟ فيها ضغط كثير يعني، كثير يعني ضغط مكلف، مكلف كثير طبعا. شو ممكن الواحد يعمل لما يروح عده اعراس وممكن اعراس تكون قريبه منه اكثر يعني بالقرايه؟ يعني صراحه يكون محضر حاله من قبل، من قبل الوقت يعمل حساباته من قبل. يعني قد ايه بتكلف الاعراس بهاي الفترات بظل الاوضاع الاقتصاديه؟ بتكلف كثير يعني، قال ليش هيك تحط يعني 10000 شيكل هيك قال ليش.